السلام عليكم خوتي من باريس، راكم كما تشوفوا الزيتون، الزيتون هذا جابوه من زين على حسب شوفوا. راك تشوف التيني والزيتون، رانا مع خونا مولود وخونا بدر الدين. واش راكم ديروا هنا انت في لندن؟ ناس لندن في لندن يا خو، كنت في البلاد عقبت الباكونس وعييت مع الدار الحمد لله. وما تو كيجي طالع يعني الحمد لله سي لا دوزيام فوا كي طلع، يعني كون ما طلع ندوز منا على باريس نتلاقى بخونا مولود. فاهم تسمى صحيبي ومربي معايا وكيفي كيف تسمى جامي نسيت والحمد لله، يعني كيشوفو بصحته بخير هذاك هو الصحية. ويا مولود تسعة خونا صالح، السلام عليكم. لاقينا ربي يخليك في خونا صالح. صالح كاع نحبوك، حنا ندعو لك دعوة بخير ان شاء الله. امين امين امين، ربي يخليك لينا ان شاء الله. امين، وربي يخلينا لبعضنا الجزائريين ان شاء الله. امين، وربي يحفظنا بلادنا ويحفظنا والدينا. امين. خونا رحتوا هذا خونا بالمناسبة، خونا هذاك المريض اللي في المستشفى يعطيك الصحة، راكم تقوموا بالدور. سلام زي خونا، هذه من كرم المسلمين الجزائري المسلم. بين نقولوا طبيعة الإنسان انه الجزائري انجليز واخوه الجزائري. بارك الله فيك. بلاش فيك، حكينا على السيده. هذا الاخ محمد كان ساكن في ملجا الناس اللي ما عندهمش اوراق. فوي قصدك؟ ايه. اصيب بمرض في على مستوى البطن، حتى سمعنا انه في مصحه فيتري سورسان نواحي فيتري سورسان. وكلمني الاخ عبد القادر من وهران والاخ محمد من مبجايه، يعني شكرا جزيلا، اخذنا بالسياره والاخ تجميل بن عباس ورحنا شفنا على كل حال وفرحنا له منا وكل شو هضرنا معاه وفرح منا. وزيد لما كنا خارجين لقينا الشيخ كبير مع الامرأة تاعو، قلت لهم والله العظيم ندخلوا له. زدنا شفنا الشيخ الجزائري بالمرأة تاعو في نفس المستشفى وما نعرفوش هذا الشيخ سبحانه في سبيل الله. وحنا هكذا ربونا والدينا وحبوا الخير الناس. وهذه ماشي من اليوم، انا عندي عاده نروح مستشفى الاخ صالح سالبيتريير. كان واحد كمان جزائري قبايلي كان بزاف، حنا ربونا ودينا قالوا لنا اعطي على ربي وصلي ودي الخير ماكسيموم ودي الخير في روحك ودي الشيء تلقى الشر. وان شاء الله ربي يخلينا لفعل الخير، وان شاء الله ربي يطيحنا باللي خير منا واللي غلط معانا رانا مسامحينه، واللي ظلمناه ان شاء الله يسمح لنا. وربي ان شاء الله لقينا في دعوة في ساعة الخير. أمين. ان شاء الله وربي يحفظك عمي الصالح. انت ثاني صافي بليزر، يعني الواحد يشوف واحد هكذا ينصح الجزائريين، يعني يحوز ديما على الخير. ربي ان شاء الله يجعلنا مع يعني الخير ان شاء الله، يجمع بين الناس. آه يعني غير في الخير ان شاء الله، وربي يوفقك ان شاء الله. بارك الله فيك. وربي يوفقك صالح خويا، مادام راك يعني تسعى في فعل الخير كمل. حتى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاهم بالخير وهدموا له رباعيات، سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم جاهم بالخير وهدموا له رباعيات. يعني مادام الانسان يقرر وجه ربي ما يخافش. شوف يعني هذه هي سنه الحياه، والانسان عمره ما يزال. فانا كان عندي واحد الشخص عزيز عليا جدا متمكن في الدين، قال لي اذا فعلت الخير في الناس وكان الرد يعني شر، قال لي ما تزعفش. قلت علاش؟ قال لي هذه هي سنه الحياه، راك تسنى بالله بخير. سبحان الله، انت المهم راك تسنى من الخير الله. ونبلغ تحياتي لكل سكان واد وشايح وكل سكان العاليه بواد سبار صاحبي قيو عبد الحق والاب تاعي والوالده تاعي اللي هي تحياها بزاف ونحبها بزاف. ربي ان شاء الله يحفظها، خويا مصطفى وخويا شعيب وخويا عبد الرحمن وكاع خوالي وكاع لا فامي 48 ولايه. وربي يحفظكم ان شاء الله، وتهلاو في بعضكم ان شاء الله، ودعونا دعوه الخير. وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. شكرا جزيلا اخونا صالح. ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يحفظك يا ابو عزيز. ربي يحفظكم ان شاء الله. صالح يا اخويا اش نقول لك، الحمد لله كي شفناك بخير، الحمد لله كي شفت صحيبي بخير ثاني. ربي يدوم المحبه ان شاء الله، يدوم المحبه بيناتنا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقنا للخير ان شاء الله عمي صالح، وربي يوفقك انت. امين. الحمد لله حنا نحبوا بعضنا. حبكم الله الذي احببتم فيه. حنا نحبوا الناس في سبيل الله، ما نحبوا لا مال ولا اي شيء اسمه. وحنا ما نرمح، حنا نتقبلوا اي حاجه. ربي يجازيكم ان شاء الله. ان شاء الله. دعونا معكم. ربي يحفظك عمي صالح. وطلوا بعضكم. ان شاء الله. ربي يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. ربي يحفظك. شكرا.